اجتماع مجلس الوزراء او اجتماع رئيس مجلس الوزراء تحديدا في مجموعه من القضايا هام جدا، ولو ربطناه بفكره بوجود الحوار الوطني اللي هيبدا جلساته من يوم السبت بالمؤتمر الصحفي اللي تم عقده اول امبارح، كل ده هيخلينا نشوف يمكن الصوره بوضوح. لكن خلينا اقول لحضراتكم هو امبارح حصل ايه. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتمع امبارح مع دكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه، وده علشان يتابع موقف توافر السلع في الاسواق، الارصده الاستراتيجيه اللي موجوده في البلاد من هذه السلع، اجمالي توريدات القمح المحلي، وطبعا احنا عندنا اقتراب عيد الاضحى المبارك، فكان طبعا التاكيد كمان على فكره اللحوم، لحوم الحيه واللحوم اسفة المجمده والمذبوحه والرصيد من اللحوم السودانيه وغيرها. رئيس مجلس الوزراء اكد الحرص ان يتم زياده المعروض من السلع الاساسيه والتموينيه واللحوم باسعار مناسبه للمواطنين في فروع المجمعات الاستهلاكيه المختلفه وعلى مستوى جميع المحافظات. وده طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان عيد الاضحى كل سنه وانتم طيبين قرب معانا. كان في اجتماع كمان او معلومات خاصه بالهيئات الاقتصاديه وازاي ان انا يبقى عندي تقنين لاوضاعها والاستفاده منها بشكل كبير، وده موضوع كبير على فكره وبيحتاج وقفه، واعتقد انها يعني احنا طالبنا بيها قبل كده ويمكن جه ميعادها يعني في هذه الفتره ان يتم فحص موقف الهيئات الاقتصاديه. النقطه الثالثه كمان الحقيقه والمهمه هو جهاز حمايه المنافسه، لان احنا لو بنتكلم عن رقابه عن السلع ومنع الاحتكار وخلافه وضبط الدور الرقابي للدوله، فاحنا بنتكلم على جهاز حمايه المستهلك وبنتكلم على جهاز حمايه المنافسه. وامبارح كان في استعراض كمان من جانب رئيس هيئه جهاز حمايه الاحتكار والمنافسه في الشأن ده. خلونا بقى نعرف تفاصيل اكتر من دكتور محمد المحمصان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. صباح الخير يا فندم. صباح النور. الحقيقه بس انا هبدا باللي اتقال كتير قوي امبارح، وحضرتك برضو اكيد انا عارفه ان حضرتك وضحته، بس محتاجه ان حضرتك كمان توضحه معانا النهارده في صباح البلد. الناس كلها بتتكلم عن فكره الغاء الدعم، وبدل ما هو يبقى دعم عيني من خلال السلع في دعم نقدي، هل ده اتجاه دلوقتي يا فندم ولا احنا بناخده تدريجي؟ فندم هذه الفكره او الاقتراح تم طرحه من قبل عدد من الخبراء خلال الفترة الماضية، والسيد رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أنه خلال المؤتمر الصحفي منذ يومين إلى أنه سيتم طرح هذا المقترح في إطار الحوار الوطني والعمل على دراسة هذا المقترح من كافة جوانبه والنظر في مدى إمكانية تطبيقه وما هي الضوابط التي يمكن الاستناد إليها في هذا الصدد. تمام. وإن شاء الله سيتم يعني التطلع للوصول إلى رأي يعني متفق عليه بمدى إمكانية تطبيق هذا النظام مع نهاية العام الجاري. احنا ممكن كمان نطرحه يا فندم من خلال فكرة طرح الحوار المجتمعي، يعني الى جانب الحوار الوطني، ان الناس كمان اللي بتاخد الدعم اساسا يعني في السلع او في او دعم الكهرباء او ما خلافه بقى، ان هم يبقى فكرة ان في حوار كمان ليهم ان هم يقولوا رأيهم ان هو محتاج ياخد دعم نقدي ولا دعم عيني، او ان احنا نرفع الدعم خالص. يعني اكيد بطبيعه الحال سيكون هناك حوار شامل في هذا الشان، وان شاء الله يعني الحوار سيشمل كافه الاطراف المعنيه وكافه اطياف المجتمع، وفي كل الاحوال يعني حتى في حاله التحول للدعم النقدي يعني بطمن حضرتك والساده المشاهدين انه الدوله ستظل تدعم المواطن محدود الدخل ولن يتم رفع الدعم بالكامل، بل على العكس الهدف هو ترشيد الدعم وتوجيهه الى مستحقيه. طيب انا عايز اتكلم مع حضرتك شويه، لان انا عارفه ان امبارح كان في كمان قرارات من جانب دوله رئيس مجلس الوزراء خاصه بالهيئات الاقتصاديه، وان يبقى في دراسه لاوضاع الهيئات الاقتصاديه ومعرفه يعني موقفها ايه. الملف ده متوقع ان احنا انا عارفه ان ربما الدراسه كمان يعني الناس بدات، الخبراء بتوعنا بداوا ان هم يشوفوا هذه الهيئات، احنا عندنا حوالي 59 هيئه يا فندم. بالظبط يا فندم، يعني هناك الغرض من اجتماع امس هو بدء الاجتماع امس كان الاجتماع الاول للجنه العليا للهيئات الاقتصاديه. اللجنة العليا يعني تم التوافق خلالها على أهمية البدء في دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية
والنظر في تحديد موقف كل هيئة، سواء من مدى إمكانية يعني إعادة هيكلتها، ما هو الإجراء الأنسب لتحقيق التوازن المالي للهيئات الاقتصادية المختلفة. وبالتالي عندما يتم انتهاء الدراسة وتحديد موقف كل هيئة، سيتم اتخاذ القرار بشأنها، وكذلك سيتم في مرحلة لاحقة بدء عملية الإصلاح، خاصة في بالنسبة للهيئات الاقتصادية التي سيتقرر إجراء عملية إصلاح شامل لها، سيتم وضع معايير محددة ومستهدفات يتم من خلالها اتباع خطة معينة لتحقيق التوازن المالي، يعني وهذه الخطة ستكون محل متابعة. يعني كده احنا عندنا من خلال دراسة الموقف للهيئات الاقتصادية الموجودة اللي وصل عددها لحوالي 59 هيئة، احنا بنتكلم ان في ممكن هيئات يعني يتم مثلا انهائها لانها مثلا مش ذات جدوى، في هيئات تانية هيتم تعديل بعض الامور فيها، في هيئات تانية مثلا هيتم اضافة حاجات، يعني الدراسة دي شاملة لكل التحركات والتوقعات. يعني بطبيعة الحال الدراسة ستكون دراسة علمية محايدة من خلال يعني جهة مستقلة أو شخصية، يعني مجموعة عمل مستقلة. الدراسة ستشمل كافة المقترحات، وبطبيعة الحال سيتخذ القرار في حينه على مستوى مجلس الوزراء بناء على دراسة محايدة لكافة الخيارات. ولكن طبعا يعني لا نستبق الأحداث، سننتظر الدراسة المعنية بكل هيئة قبل تحديد الموقف أو ما سيتم اتخاذه بشأنها. طيب أنا عايز أسمع من حضرتك ما تم أيضا الحديث عنه في خلال اجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء مع جهاز حماية المنافسة والاحتكار، إيه أهم اللي احنا خرجنا بيه من هذا الاجتماع يا فندم؟ أهم ما ورد خلال الاجتماع هو تأكيد السيد رئيس مجلس الوزراء على أهمية دور جهاز حماية المنافسة في إطار حرص على ضبط الأسواق وتوفير المناخ الملائم للمناخ الاقتصادي الملائم، ووقف أي ممارسات ضارة اقتصادية تؤثر على الأسعار وعلى ضبط الأسواق. وبالتالي كان الاجتماع أمس في إطار متابعة جهود الجهاز في هذا الشأن، وتم يعني استعراض عدد من الملفات، ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بحالة أي مخالفات للجهات القانونية لاتخاذ يعني في خلال الاجتماع ده يا سيادة المستشار، تم عرض مثلا بعض الحالات اللي تم ضبطها من خلال الجهاز، استعرضنا الأرقام اللي حصلت، كم المضبوطات، يعني الجهود اللي كانت على الأرض. تم استعراض بعض الملفات، ولكن يعني بطبيعه الحال لن نخوض في تفاصيلها. لا انا مش عايز اخوض في تفاصيلها، انا عايز اطمن الناس ان احنا الجهاز عندنا قدم مجموعه من المجهودات اللي قام بيها لفكره، يعني انا عايز اطمن الناس ان الرقابه موجوده وضبط الاحتكار ومنع التلاعب بالاسواق، كل ده موجود، والدوله صاحيه وشايفه وفاهمه ايه اللي بيحصل، وعندها حالات فعلا تم ضبطها. احنا بس عايزين نوصل المسج دي. ايوه بالتاكيد يا فندم، يعني كما اشرنا بكل وضوح انه تم استعراض بعض المجهودات اللي قام بها الجهاز، وما تم ضبطه من تجاوزات في بعض الحالات، وانه بناء عليه وجه السيد رئيس مجلس الوزراء باحاله تلك المخالفات الى الجهات المعنيه للتحقيق بها. كويس. طيب انا عايزه بقى اروح لحضرتك على فكره، الناس كلها بتتكلم عن الاسعار، ويمكن امبارح بعد الاجتماع كان هناك مجموعه من الاخبار نزلت ان اسعار اللحوم وبعض السلع هيتم تخفيضها بنسبه كبيره بمناسبه عيد الاضحى المبارك. يعني ان شاء الله بمناسبه عيد الاضحى المبارك وزاره التموين بتعمل على توفير واستيراد الكميات الكافيه من اللحوم بجانب ما يتم انتاجه محليا. الجهود اللي بتقوم بها وزارة التموين بتهدف لتوفير كافة السلع، ليس فقط اللحوم وإنما كافة السلع الأساسية التي يعني تمكن من توفير مخزون استراتيجي، ليس فقط خلال عيد الأضحى المبارك وإنما خلال الأشهر المقبلة. هو وزير التموين تحدث عن مخزون استراتيجي أعتقد لشهور يعني مطمئنة، احنا عندنا المخزون الاستراتيجي بتاعنا لشهور، يعني بنتكلم في 6 شهور، بنتكلم في 3 شهور، بنتكلم في 4 شهور، فالمخزون ده مطمئن. بالضبط يا فندم، ويعني ان شاء الله دايما بنسعى الى توفير مخزون استراتيجي لضمان توافر السلع في الاسواق وضبط الاسعار،
وبالتالي يعني ان شاء الله بنطمئن الساده المواطنين الى انه وزاره التموين بتتابع هذا الامر، والسيد رئيس مجلس الوزراء بيتابع هذا الامر بصوره يعني شبه يوميه، وان شاء الله يعني لن نواجه اي نقص في تلك السلع الاساسيه، خاصه فيما يتعلق سواء اللحوم او السكر او الزيت او كافه السلع الاساسيه للمواطنين. طيب سيادة المستشار، حضرتك طبعا معانا بقى ما ينفعش ما نذكرش خطة تحميل الكهرباء، والناس دايما بتتساءل بقى هل الخطة هيتم تنفيذها قبل العيد؟ طب هل عيد الأضحى هيتم استثناءه من قطع الكهرباء زي ما حصل في رمضان وفي عيد الفطر؟ كلام كتير، فيتمنى من حضرتك إن أنت توضحه لنا. يا فندم، الخطة تخفيف الأحمال مستمرة كما هي، وكما أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء إن شاء الله سيتم وضع خطة للانتهاء من تخفيف الأحمال تماما يعني بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر 2024، سيتم الوقف تخفيف الأحمال نهائيا، وإن شاء الله يعني بنأمل خيرا أنه سيتم توفير الموارد اللازمة للانتهاء من تخفيف الأحمال. طب سيادة المستشار، الناس برضو علشان الناس اللي بتتحدث على، وانت عارف حضرتك ان احنا عندنا ما شاء الله يعني بتبقى الإشاعات كثيرة جدا، هي الناس بتربط فكرة ان احنا ان التصريح دوت بفكرة تصريح ان ممكن يبقى فيه زيادات كبيرة، مش الزيادات المحددة اللي بتتم كل سنة، زيادات كبيرة في أسعار الكهرباء، وربطت وطبعا بفكرة الدعم. توضيح النقطة دي برضو يا فندم مهمة للناس. يعني هذا الأمر تم شرحه باستفاضة وتفاصيل وأرقام كثيرة من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. خلاصة الأمر هو أنه هناك يعني دعم كبير، فاتورة دعم كبيرة تتحملها الدولة. صحيح. وأنه خلال الفترة الماضية الدولة تحملت يعني فاتورة ضخمة من دعم الكهرباء. صحيح. نحن يعني نتحدث عن أنه وزارة الكهرباء تحصل على الوقود اللازم لتشغيل المحطات بأقل من السعر الحقيقي، والدولة تتدخل لتحمل هذا الفرق في سعر الوقود. أيضا الدولة تدعم شرائح الكهرباء المحدودة الدخل، وبالتالي التحريك سيكون هدفه هو تغطية جزء ولو بسيط من التكلفة، وسيتم بصورة تدريجية. ولذلك فإن التوجيه الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء لوزارة الكهرباء هو وضع خطة على مدى 4 سنوات لتحريك الأسعار، وبالتالي يعني إن شاء الله سيكون التحريك في أدنى حدود ممكنة، ولن يعني يشكل عبء كبير على السادة المواطنين، وإن شاء الله يعني إن شاء الله سيكون تحريك تدريجي، وبنأمل إنه يعني إنه هذا الأمر يساعد وزارة الكهرباء على تحمل تكلفة تقديم الخدمة. وتقديم خدمة جيدة يرضى عنها المواطن، فهي يعني دي يعني من الاثنين. أنا بشكر حضرتك جدا المستشار محمد المحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا يا فندم.